كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سايس خو كاميرا المحكم معاك كانت حاضرة في قصر قرطاج وين سي قيس سعيد قام اليوم في أول نهار ليه غديكا. كاميرا الحكمة دخلت بالسرقة وحضرت لكم التحقيق هذا. الفرش لم يعجبني بطبيعة الحال لأنه تغير. لن ولن أنسى ما قالوه ومن قال الشباب في ذلك الشعر القديم. صباح الجمال تثاءبا بعدك أم البياض غبار السنين على غيظنا، فلا أنه في تراتيل فجري ولا بسمة لغروب بعيد، فلم تبق شمس لكي تمنحه صباح الغياب صباح الغياب. الحمد لله واحد اليوم قام في قصر قرطاج والأمور ممتازة. يا حسن أنا أناديك، أين أنت يا حسن؟ أرجوك كن هنا يا حسن، أين أنت يا حسن؟ للتذكير كاميرا الحكمات ما تخليكم شكاكة، نذكركم اللي حسن هو حسن سمنتا وهو المستشار الوحيد اللي سي قيس سعيد رئيس الجمهورية حب يقعد موجود معه في القصر، وهو على شعيط له. يا حسن أين أنت يا حسن؟ السيد الرئيس عيط لي صباح الورد والياسمين، انهارك سعيد يا قيسي يا جميل يا احلى رئيس عنا في تونس. محليك قدشك محليك تقوم سيد الرئيس. شكرا لك. ارجوك يا ولدي سمنت، يعني اول سؤال ساساله اليك اين هو المطبخ؟ المطبخ معناها تقصد على دونت فريز؟ قصدت المطبخ يا سمنتا يا حسن. تحكي على كوجينة؟ دي هنا في القصر كلها كوجينة، وانت حاب تاكل كل على روحك معناش مشكلة، في الجازون هوني في البيوت فمش مشكل. لا استمع إلي يا بني سمنتا، سأغير يعني القوانين الداخلية للقصر. أولا المطبخ هو المكان الوحيد الذي لدينا الحق باش ناكلوا فيه فطور الصباح، وأذكركم أن فطور الصباح من الساعة 7:30 إلى الساعة 10:00، وأذكر الجميع الموجود في القصر أنه يمنع وممنوع الدخول بتبان السباحة. تبان السباحة؟ عميو تحكي؟ يودي مش نفيوتيل رو سيد الرئيس ما يجيش. ليس إشكالاً. لدي سؤال آخر، أين هي والدة اللات؟ ها؟ والدة اللات؟ ما فهمتكش، شكون تقصد والدة شكون؟ والدة اللات. تقصد على الأومليت؟ الأومليت مش مشكلة، هي مش موجودة في المطبخ، ميتو نحضروها. أنت ياسر تعجبك الأومليت سيد الرئيس؟ نعم بطبيعة الحال أنا معجب ومن عشاق الأملات أو كما يقول العرب والدة اللات، وأذكرك بتاريخ والدة اللات، هي اخترعها الغرب سنة 54 و700 و1000، وهي تدل على الجوع الخفيف أو ما يعبر عنه بالتحريشة، يعني مثل اللمجة والأكلة الخفيفة وشدان القلب، إلى أن أصبحنا نضيف إليها كل من الجبن والفقاع والتن والجمبون. وظهر فيها باش ندخل باغي أنا هنا في القصر معاك سي قيس، بيه مش تدلل والدة قليت باش تكون موجودة من غدوة في المطبخ. تحب شي حاجة أخرى سيد الرئيس؟ أين هو الدرعي؟ درعي؟ هذه جنين تقصر؟ لا الدرعي هذا أكل يعني. درعي أكل؟ أول مرة عمري في حياتي ما سمعت واحد كلاد درعي. هذه في بالي جوار في المغرب هذه الدرعي. لا الدرعي هي كلمة أصلا يعني موجودة في التاريخ العربي القديم، الآن يعني تقولون اسمها الدرع. يا حسرتاه ويا هيهات ثم هيهات على أيام الدراسة عندما كنا نعطيها قدا قدا في باب الخضراء، ونضيف إلى الدرع الهريسة والشمية والجلجلان والفواكه الجافة والزبادي العربية العسيلة. بصراحة
لقد دروزينا في أيام العروب الصحيح والمروض. والله كلامك صحيح بالرسمي بالرسمي سيد الرئيس، لقد دروزينا بالرسمي لقد دروزينا وذهبنا فيها زي زي سيد الرئيس. غدوة ستجد والدة الليل والدرعي وما عندك كان الرجال ثم الرجال ثم الرجال. سيد الرئيس دوت فريزك غديك والبرصة دو موجودة بي اسمها الفرشات. شكرا.